قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الآية كان الأسلوب فيها أسلوب خطاب، فهي مخاطبة للعرب على أحد الأقوال أو خطاب لجميع البشر. ثم قال عز وجل: فإن تولوا، لم يقل عز وجل فإن توليتم. كان مقتضى الأسلوب إذا كان على وتيرة واحدة أن يكون التعبير فإن توليتم، فيكون خطابا بعد خطاب، لكن هنا قال فإن تولوا، وهذا خطاب غيبة أو أسلوب غيبة يسميه أهل البلاغة الالتفات، وذلك بأن ينتقل الأسلوب من سياق الخطاب إلى سياق الغيبة. ما الفائدة؟ من فوائد هذا الالتفات أن التولي مشين ليس حميدا، وإنما هو مذموم، فلعل هذا من باب جلب قلوبهم حتى لا يقطع اليأس بإسلامهم. ولذا قال فإن تولوا، لم يوجه إليهم الخطاب فإن توليتم، مع أنه لا يمنع أن يكون لفظ التولي آتيا بصيغة الخطاب، وهذا يفيدنا بفائدة، وهي فائدة أسلوب الترغيب والترهيب. فمرة قد تكون كلمة التولي يخاطبون بها ترهيبا، ومرة لا يخاطبون بها، وإنما تكون بصيغة وأسلوب الغيبة على وجه العموم، عل وعسى أن يتأثروا.